بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. مساء الخير يا أستاذ أحمد مجاهد. النهاردة اليوم الرابع على التوالي اللي بقول أو بأطالب أستاذ أحمد مجاهد أو المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم من هو يبعث جواب بشكل رسمي ليطالب باستثناء علشان القيد الأفريقي. النهاردة رابع يوم. أول حاجة أنا قلت هبدأ البرنامج النهاردة بكده. مساء الخير يا باشمهندس أحمد، بعد إذن حضرتك كرئيس للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، من فضلك ابعت جواب لمد فترة القيد، ولو في حاجة إحنا مش واخدين بالنا منها، مش شايفينها حاجة، حضرتك ممكن تكلمنا وتقول لنا، أو تكلم أي حد أو أي حد من المنابر اللي حضرتك بتطلع عندهم، تقول من فضلكو زي ما طلعت امبارح حضرتك اتكلمت تقريبا في كل الأمور، ولكن في موضوع القيد ما سمعناش أي حاجة. فالنهاردة رابع يوم، حد 2 3 4 رابع يوم، فأنا قلت هبدأ الحلقة بكده إن أنا أمسي على حضرتك وأقول لك مساء الخير. محتاجين نعرف هل القيد الإفريقي سينتهي في 31/7، ولا حضرتك هتاخد زي ما معظم الاتحادات المحلية الإفريقية عملت، بعتت للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقالت له إحنا محتاجين استثناء، والاتحاد الإفريقي وافق بالفعل لثلاث دول أو لثلاث اتحادات محلية: الاتحاد المغربي، الاتحاد الليبي، الاتحاد الجزائري. أتمنى أن الرسالة تكون وصلت، وأتمنى أن حضرتك تكون بعت جواب. ليه أنا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأنه بعد شهر أو بعد أسبوعين ثلاثة هنبتدي نتكلم في مثل هذه الأمور. مش من المفترض النهاردة أن أنا أتكلم في حاجة زي دي، لأن أنا عندي ماتش يوم السبت كنادي أهلي يعني. ولكن هل لازم المشكلة تحصل عشان أبدأ أفكر فيها وأتكلم فيها؟ أنا بقول لحضرتك بقالي ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وده واجبي على فكرة. أنا ما بقولش أن أنا بساعد ولا لا لا خالص، ده واجبي أن أنا لما أعرف حاجة أقولها على شاشة البيت الكبير أو شاشة قناة الأهلي في برنامج البيت الكبير أقولها. وحضرتك لو سمعتها، وأنا متأكد أن حضرتك سمعتها ومتأكد أن حضرتك الموضوع وصلك، وبالتالي كل اللي أنا عايزه من حضرتك أن أنت إذا كان من الممكن أن أنت تبعت الجواب وتقول للناس أنا بعت الجواب، أنا شاكر لحضرتك جدا. لو كنت حضرتك شايف أو لو كان في إجراء تاني اتعمل من بعد إذن حضرتك، لو سمحت ممكن تقول لنا هل هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها من قبل اللجنة الثلاثية علشان موضوع القيد أو استثناء مصر من نهاية القيد يوم 31/7؟ بس هو ده اللي أنا عايزه، وهو ده اللي أنا بطلبه من حضرتك كإعلامي أو كواحد بيتكلم على شاشة وبيطلب من حضرتك هذا الموضوع، لأنه هيحصل بعد أسبوع أو 10 أيام أن الناس كلها تسألك أو تسأل اتحاد كرة القدم وتقول له ممكن تدينا الناس اللي هتلعب في أفريقيا، طبعا هي الأقرب لهذا الموضوع. فالناس ممكن بعد أسبوع 10 أيام تقول لك حصل حاجة في الموضوع ده ولا ما حصلش. فأنا بقول لحضرتك من دلوقتي ده الموضوع الأول، وحفضل أشتغل عليه لغاية لما أعرف إجابة لهذا الموضوع، لأنه أنا بالنسبة لي هي علامة استفهام ونفسي أفهمها، نفسي أفهمها. بس إذا كان هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها، فمن فضل حضرتك قول لنا عشان نسكت ونقول لحضرتك شكرا على الإجراءات اللي تم اتخاذها. ده بالنسبة لموضوعي الأول.